بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف اليوم في موضوع الألكينز والسايكلو ألكينز. زي ما بتعرفوا المرة الماضية أعطينا فكرة عن الألكينز من ناحية التسمية ومن ناحية بعض الخواص الفيزيائية ومن ناحية تركيبها بمعنى عدد ذرات الكربونز والهيدروجينز والصيغة العامة. ربما بتذكروا حكينا للألكينز CnH2n+2. الآن من أنواع الهيدروكربونز اللي بنقول عنها مشبعة ساتيوريتد السايكلو ألكينز. عشان ناخذ سايكلو ألكينز أو حتى بعد هيك ألكينز، بننطلق إحنا من الألكينز. يعني تخيلوا هذا المركب اللي أمامكم، هذا عبارة عن بروبين C3H8، واضح؟ لو بدي أنا أجي على هذا المركب أشيل ذرتين هيدروجين وأحط بدالهم رابطة، يعني هاي ذرة هيدروجين ومن جنبها تماما، يعني عن ذرتين كربون متجاورات شلت ذرة هيدروجين وحطيت رابطة مكانهم، بصير عندي ألكين، بصير عندي ألكين اللي فيه دبل بوند البروبين. الآن لو سألت الألكين إيش الصيغة العامة إله، لاحظوا معي C3H6. معنى ذلك الصيغة العامة للألكينز CnH2n، واضح؟ نقص كم هيدروجينة؟ تنتين. الآن لو جربنا نشيل كمان هيدروجينتين من جنب بعض ونحط رابطة مكانهم، يعني هاي كمان هيدروجين شلتها وكمان هيدروجين وحطيت رابطة، صار عندي رابطة ثلاثية الكاين، صار عندي الكاين. هذا الالكاين الصيغة العامة له CnH2n-2، يعني لما أقول C3H 3 في 2 6 ناقص 2 4، شايفين الأربعة؟ فهذه الصيغة العامة للألكينز للألكاينز للألكينز. الآن خلينا نرجع مرة تانية للألكينز ونشوف طيب إيش الصيغة العامة للسايكلو ألكينز اللي الآن بدهم يمروا علينا. السايكلو ألكينز يعني لو بدي أعمل حلقة وكل الروابط تبعت هذه الحلقة روابط إيش؟ أحادية. عشان أعمل حلقة المفروض أني أشيل ذرتين هيدروجين، لكن بشيلهم مش من جنب بعض. في هذه الحالة مثلا بشيلهم من الأطراف، هاي شلت ذرة هيدروجين من هان وذرة هيدروجين تانية من الأطراف وحطيت مكانها رابطة، صار عندي مركب حلقي سايكلو ألكين، لأنه إجا من ثلاث كربونات بروبين، شو صرت أسميه؟ سايكلو بروبين. طيب الآن طالما أنا شلت هيدروجينتين والواقع أيضا بأيد هالكلام C3H6، إذا ما الصيغة العامة للسايكلو ألكينز؟ CnH2n. لاحظوا معنا إنه الألكينز والسايكلو ألكينز بينشأوا عن فقد ذرتين هيدروجين، ولذلك الطرفين إلهم نفس الصيغة العامة. لكن لو فقدوا ذرات الهيدروجين من جنب بعض عملنا رابطة مكانهم صار عندي ألكين، لو فقدوا من أماكن بعيدة وعملنا رابطة صار عندي سايكلو ألكين. ولذلك السايكلو ألكينز and ألكينز they have the same فورميولا CnH2n. هذه النقطة الأولى اللي بدي أحكيها في الموضوع. الآن لو اطلعنا أكثر على السايكلوبروبين بدنا معلومات أكثر عنه. لاحظوا أنه ثلاث ذرات الكربون تبعون السايكلوبروبين في مستوى واحد، واضح؟ وأي ثلاث ذرات في الدنيا بالمناسبة بيكونوا في مستوى واحد، يعني مش ممكن ثلاثة إلا يكونوا في مستوى واحد، واحد اثنين حطوا الثالثة، هذا
في مستوى واحد. ولذلك لو سألنا عن السايكلوبروبين ايش الشكل تبعه بدنا نقول بلانر. بلانر يعني في مستوى واحد مش بثلاث أبعاد. يعني لو كنا بنحكي عن إكس واي هذا في الإكس واي. واضحة الفكرة؟ هذه النقطة الثانية اللي بدنا ننبه إلها بالنسبة للسايكلوبروبين. الآن نقطة ثالثة كتير مهمة جدا عندنا دائما في أي مركب نعرف أنواع ذرات الهيدروجين، علشان لما بنعمل التفاعلات النواتج بتعتمد كم نوع ذرات هيدروجين عندي. يعني ربما المركب الأصلي اللي قبل ما يكون سايكلوبروبين اللي هو البروبين، لما حكينا المرة الماضية CH3 CH2 CH3، قلنا كم نوع من ذرات الهيدروجين فيه؟ نوعين. هدول الستة زي بعض وهدول التنتين زي بعض. وعشان هيك بعد شوية لو بدي أعمل عليه تفاعلات أقول طب نشيل هيدروجينة نحط مكانها كلور. لو شلت من هام بيطلع عندي مركب بسميه 1-كلورو-بروبين. لو شلت من هام بيطلع مركب تاني بسميه 2-كلورو-بروبين. فبناء على عدد أنواع الهيدروجينز أنا بقدر أعرف إيش اللي بده يصير عندي بالتفاعل. طيب يا ترى لو مسكت السايكلوبروبين وسألت هدول ست ذرات هيدروجين كم نوع؟ نوع واحد. بمعنى لو أنا مسكت ذرة كلور، خلينا نفترض هذه اللي ماخذ اللون الأخضر، بدي أشيل أي هيدروجين وأحط مكانها كلور، مش هذا تفاعل إبدال؟ بدلنا هيدروجين بكلور. الآن لو شلت هذه وحطيت كلور حيطلع عندي مركب بس بصير اسمه كلورو سايكلوبروبين. طب لو كنت بدي أحط مكان هذه نفس الإشي، واضح؟ مكان هذه مكان هذه، فست ذرات الهيدروجين في هذا المركب they are equivalent. يعني لو كنا بنسألكم the six hydrogens of cyclobropane are equivalent، متكافئات. واضحة الفكرة؟ وعشان هيك بنقدر نتبع هالكلام جملة تانية monochlorination of cyclobropane. معنى monochlorination إن أبدل هيدروجين واحدة بكلور واحدة. شو بسمي العملية؟ مونو يعني أحادي، مونو كلورينيشن. ايش يعني كلورينيشن؟ تفاعل مع الكلور. تفاعل السايكلوبروبين مع الكلور ابدال بذره واحده، مونو كلورينيشن اوف سايكلوبروبين برودوسز اونلي وان برودكت، بطلع فقط ناتج واحد. شو سميته انا؟ كلورو سايكلوبروبين، كلورو سايكلو بروبين. واضح؟ الآن إذا بنستمر بنفس هذه الفكرة وبنقول إنه إنسان عمل هذا التفاعل وصار عنده كلورو سايكلو بروبين وفكر إنه بده يعمل تفاعل تاني على السايكلو بروبين، يبدل كمان هيدروجين، لازم يكون عارف كم نوع من الهيدروجين عنده في هذا المركب الآن؟ برضو نوع. لا أكيد لا. الآن إحنا بحاجة إلى عمق في التفكير وفي النظر. الأمر مش سهل. أكثر من نوع. يعني هذا لما بدي أحط كلور تانية كم مركب بينتج عندي فيه؟ واضح؟ في الحقيقة حنكتشف انه من اللي بينتجه ثلاث مركبات. معنى ذلك عندنا ثلاث انواع من الهيدروجين. بنعملهم بالموديل وبعدين بنكتبهم معادلة حتى نأكد المعلومة. الآن لو اجت طالبة منكم قالت بدي اشيل هذه الهيدروجين على نفس الكربون اللي حامله كلور واحط محلها كلور، طلعت مركب حامل ذرتين كلور على نفس الكربون، هذا دايكلورو سايكلوبروبين. لكن التسمية بتشترط اني لازم احدد الان مواقعهم. وين موجودة هذه؟ على نمرة واحد. وهذه
واحد. إذا هذا لو كنت بدي أسميه حسميه وان وان. مرتين لازم أقول وان. يعني ذرة على وان والتانية على وان. وان وان دايكلورو سايكلوبروبين. هذا مركب. إجا مكان ذرة الهيدروجين اللي هنا. الآن لو إجيت اطلعت على هدول الذرات نسبتهم لهذه. واحد تنين أو واحد تنين. واضح؟ الآن لو شلت هذه حطيت مكانها كلور حيطلع عندي مركب جديد دايكلورو سايكلوبروبين وذرتين الكلور على موقعين متجاورين. عشانك بقول 1-2 دايكلورو سايكلوبروبين 1-2 دايكلورو سايكلوبروبين. هاي مركب تاني. الآن ممكن واحدة منكم تفكر تقول طب خلينا نشيل هذه الذرة مش من نفس الجهة اللي هان من الجهة المعاكسة ونحط 1-2 دايكلورو سايكلوبروبين. الآن السؤال هل يا ترى المركب اللي فيه ذرتين الكلور على جهة واحدة زي اللي فيه ذرتين الكلور متعاكسة؟ ممكن البعض يقول طب احنا بنلف حوالين الرابطة لو جربنا نلف اتذكروا انه قلنا الدوران ممنوع حول الحلقة ما فيش امكانية. اذا هدول مركبين. طيب هذا اسمه 1-2 واللي كان على جهة واحدة برضو اسمه 1-2 دايكلورو سايكلوبروبين. لو بدي اميزهم اكثر بقول اه في عندي 1-2 اللي على جهة واحدة و 1-2 اللي على جهتين متعاكستين. هنا بدأنا نتكلم في الستيريو كيمستري انه صحيح الذرات موجودين على موقع واحد واثنين يعني سيم بوندينج لكن هان على واحد واثنين على جهة واحدة وعى واحد واثنين على جهتين متعاكستين. الاسم في الحالتين 1-2 دايكلورو سايكلوبروبين لكن بدي اضيف عليه مرة مع ومرة ضد. لو كنا بنكتب بالعربي فعلا بيستعملوا مع كلمتين مع على جهة واحدة وضد على جهتين متعاكستين. الآن بالإنجليزي بيروحوا بحطوا بريفكس. بريفكس يعني إشي في أول الكلام بادئة توضح هذا الكلام. بيروحوا بضيفوا سيس بمعنى على جهة واحدة والترانس بمعنى على جهتين. سيس والترانس يعني على جهة واحدة وعلى جهتين. خلينا هذا الكلام إذا بتسمحوا نتخيله بمعادلة. ليش؟ لأنه دائما أنتوا لو بدكوا تكتبوا حتكتبوا معادلات. بمعنى هاي في عندي أنا سايكلوبروبين. هذا سايكلوبروبين كم هيدروجين فيه؟ 6. لو قلت بدي أعمل إلو كلورينيشن Cl2 في البداية بدي أعمل مونو كلورينيشن أبدل ذرة واحدة شو حينشأ عندي؟ كلورو سايكلوبروبين. على أي موقع بنكتبها ما عندناش مشكلة. كلورو سايكلوبروبين هيك حأسميه. الآن لو افترضت هذا الكلورو سايكلوبروبين بدي أعمل إلو كمان كلورينيشن حيصير بالمجمل كم ذرة كلور أبدلت؟ تنتين. كمان مرة كلورينيشن حيصير عندي عدة احتمالات. هذا الاحتمال إنها ذرة الكلور تيجي على نفس الذرة اللي حاملة الكلور الأولى إيش سمينا؟ لا اللي عملناه في الأول الكلور والكلور على نفس الذرة 1-1 دايكلورو سايكلوبروبين. واضح؟ هيك حنسميه 1-1 يعني على ذرة واحد وواحد دايكلورو سايكلوبروبين. هذا احتمال. بروبين. الآن يا ترى لو كنا بدنا نحط
ذرة الكلور على الموقع 2. خلينا نحط 1 و2 هنا بهذا الشكل. ممكن يكون عندي ذرتين كلور على جهة واحدة أو ذرتين كلور على جهتين متعاكسات. واضح؟ الآن هاي 1 2 3 1 2 3. إذن كل مركب من هدول إيش اسمه؟ 1-2-dichlorocyclopropane. 1-2-dichlorocyclopropane. لكن لما بدي أميز هدول المركبات، هنا الدايكلورو جايين على جهة واحدة، فهذا الاسم الكامل له شو حيصير؟ سيس شرطة 1-2-dichlorocyclopropane. يعني لما بدي أجيب هذا في الامتحان سموه، حتكتبوا سيس شرطة 1-2-dichlorocyclopropane. لو كنت بدي أسمي هذا ترانس شرطة 1-2-dichlorocyclopropane. طبعا أكيد الذرة الثانية اللي هي ذرة إيش؟ الهيدروجين. واضح؟ لاحظوا أنه هدول المركبين، من ناحية البوندينج، they have the same bonding. من أي ناحية؟ أنه ذرة كلور على موقع واحد، الثاني على الموقع الثاني، على واحد على اثنين، the same bonding. لكن أين الاختلاف؟ بالشكل الفراغي. They have the same bonding but different arrangement in space. شكلهم بالفراغ بيختلف، انه هدول الذرتين على جهه واحده، هدول الذرتين على جهات متعاكسات، بس التنتين على واحد اثنين. هذا النوع اللي احنا ايش سميناه؟ ستيريو ايزومرز. هذا النوع اللي سميناه ستيريو ايزومرز. لما حكينا على الايزوميريزم قلنا الستيريو ايزومرز they have the same bonding. يعني لما اجي اقول الكلور وين؟ على واحد، والثانيه على اثنين. في الثاني الكلور وين؟ على واحد، والثانية على اثنين. إذا they have the same bonding. طب وين اختلفوا؟ بالشكل بالفراغ. هدول على واحد واثنين على جهة واحدة، على واحد واثنين على جهتين مختلفتين. هذه بنسميها different arrangement in space. إذا العلاقة بين هذا السيس والترانس they are stereoisomers. لاحظوا لو قلت لكم ما العلاقة بين هذا المركب وهذا المركب في الايزومرز، هنا they have different bonding and different names. هذا ذرتين الكلور على واحد وواحد، وعشان هيك سميته 1-1-dichlorocyclopropane. هنا ذرتين الكلور على واحد واثنين، هذا same bonding ولا different bonding؟ different bonding. الديفرنت بوندينج ادى الى ديفرنت نيمز. انا لما حددت مواقع الكلور قلت 1-1، هنا قلت 1-2. اذا هذا المركب وهذا المركب صحيح مكونين من نفس الذرات، لكن فيهم ديفرنت بوندينج، ديفرنت نيمز. فالعلاقه بين ال 1-1 دايكلوروسايكلوبروبين وال 1-2 دايكلوروسايكلوبروبين they are structural isomers. وكذلك العلاقة بين هذا وهذا. لكن لو قلت العلاقة بين السيس والترانس they are stereo isomers. same bonding but different arrangement in space. هاي تعريف الستيريو isomers، نفس الارتباط ولكن يختلف فيه الشكل بالفراغ. الآن الناس اللي بيذكروا لما قلنا الستيريو ايزومرز قلنا نوعين. نوع منهم بنسميه دايستيريومرز حنتعلمه، ونوع منهم بنسميه انانشومرز. الان هدول المركبين مثال لاحد انواع الستيريو ايزومرز التنين، مثال للدايستيريومرز. يعني لما ناخذ الستيريو ايزومرز ونقول يقسموا الى نوعين، دايستيريومرز وإنانشومرز. الإنانشومرز حندرسهم بأي فصل؟
بالفصل الخامس. الدايستيريومرز الآن بمروا علينا. طيب لو واحدة بدها تيجي تقول طب إيش يعني بالضبط دايستيريومرز؟ إيش يعني بالضبط دايستيريومرز؟ بنقول ببساطة التعريف العام، التعريف العام لدايستيريومرز، الدايستيريومرز they are non-mirror image stereoisomers، يعني stereoisomers ولكن مش صورة بعض في المرأة. يعني لو تخيلت أنا إنه بين واحد والتاني في بينهم مراية، هل الواحد منهم صورة التاني في المرأة ولا لا؟ يعني تخيلوا إنه أنا هنا حطيت مرأة، دائما وأبدا أمام المرأة كل جسم له صورة، والصورة في المرآة دائما معاكسة تماما لصورة الجسم. يعني لو أنا وقفت زي المرآة بها أمام المرآة بهذا الشكل، كل النظر تبعي باتجاهكم. الآن الصورة اللي في المرآة بكل أبعادها يجب أن تكون معاكسة لصورة الجسم. دائما صورة المرآة معاكسة لصورة الجسم بكل مكوناتها. الآن لو اجيت يا ترى اتسألت هل هدول من الأساس صورة مرآة ولا مش صورة مرآة؟ لاحظوا يمكن هنا تلاقوا كلور متجه باتجاه هذه عكس هذه، الهيدروجين باتجاه هذه عكسها، يعني لحد هذه النقطة معاكسات، لكن هنا في كلور إقبالها هيدروجين، تحت هنا في كلور إقبال هيدروجين، هل هدول بيصيروا صورة مرآة؟ إذا بطلوا صورة مرآة. شرط صورة المرآة إنه كل جزء من جزيئاتها يكون بعاكس الجزء الآخر. هدول فيهم أشياء أساسا مش مش يعني هذه لفوق كلور إقبالها هيدروجين. إذا هدول الشكلين السيس والترانس لما أنا بدي أحكي عنهم بقول they are non mirror images. إيش يعني non mirror images؟ يعني مش صورة بعض في المرأة. الأشياء اللي بتكون مش صورة بعض في المرأة هي اللي تعرف إنه اسمها diastereomers، وهذا مثال عليها. فالسيس ترانس isomers they are diastereomers. They are non-mirror image stereoisomers, so they are diastereomers. فكتصنيف من أنواع الستيريوآيزومرز they are diastereomers. واضح؟ ولذلك لو جبنا لكم سؤال صح وغلط، cis trans isomers are stereoisomers. صح. الآن لو بدي أسأل أكثر عمقاً، cis trans isomers are diastereomers. برضو صح، ما هي الدايستيريومرز نوع، لكن لو قلنا سيس ترانس ايزومرز ار انانشومرز لا، وحنتعلم الانانشومرز مستقبلا. لو قلنا سيس ترانس ايزومرز ار ستراكتشرال ايزومرز برضو غلط. لا مش ستراكتشرال، الستراكتشرال بيختلفوا في البوندينج، هذول ذي هاف ذا سيم بوندينج على واحد واثنين على واحد واثنين. واضح؟ لكن هذا المركب وهذا they are structural isomers، بس cis trans isomers are stereo isomers. أي نوع من الستيريو isomers تحديدا؟ diastereomers. اطلعوا معي مرة تانية نرسم أحد هدول أو نعمل موديل لأحد هدول المركبات اللي هم cis trans isomers. واضح؟ هذا أي مركب فيهم؟ cis والتاني الترانس. متى توجد عندنا ظاهرة السيس والترانس؟ يعني في ناس بيقولوا وقتش بدي أقول إنه في عندي سيس وترانس أو لا؟ بنقول الآتي، ظاهرة السيس والترانس توجد في مكانين، إما في الحلقات أو المكان الثاني حول الروابط الزوجية. صار عندي نقطة كتير مهمة، ناس بدهم يفهموا كل موضوع كل موضوع السيس والترانس، وين عمره يمر علي كلمة سيس والترانس؟ بنقول السيس والترانس حتشوفوهم بمكانين، سيس والترانس، إما في السايكلز
أو في الألكينز، الألكينز اللي فيها الروابط الزوجية. هذا المكان اللي بتشوفوا فيه كلمة سيس وترانس. في السايكلز مثل المثال اللي احنا رسمناه، زي ما قلنا هذا مثلا بهذا الشكل سيس وبهذا الشكل ترانس. هاي بالسايكل اللي تعرفنا عليه. طب حوالين الدبل بوند نفس الاشي، لو تخيلنا انه عندنا كربون دبل بوند كربون، حطينا ذرتين كلور بهذا الشكل، وهنا كربون دبل بوند كربون، حطينا ذرتين كلور بهذا الشكل، هذا إيثيلين وهذا إيثيلين، هذولا ذرتين الكلور على واحد واثنين على جهة واحدة، هنا على واحد واثنين على جهتين مختلفتين. إذا التنين اسمه 1 2 داي كلورو إيثين. طب كيف بدي أميزهم؟ هذولا سيس وهذولا ترانس، هذولا سيس وهذولا ترانس. فظاهرة السيس والترانس مكان وجودها في الدنيا مكانين، السايكلو الكينز و الالكينز الالكينز عفوا. ليش هذا الكلام بيتم؟ لانه انا لو جربت في سايكلو الكين بدي الف هذا هيك، اخلي هذول يصيروا عكس بعض، يعني السيس يصير ترانس. لاحظوا لانه مربوط بالحلقه، الدوران حول الحلقه ممنوع، الدوران حول الحلقة ممنوع. الآن طيب لو تخيلتوا انه انا في عندي الكين وهي مركب السيس، مش هذا المركب اللي مرسوم؟ سيس 1 2 دايكلورو ايثين. الآن لاحظوا لو بدي ألف أخلي هدول يصيروا عكس بعض، ممنوع الدوران برضو لأنه الرابطة الزوجية رابطة قوية، الدوران حولها ممنوع. إذن العامل المشترك، العامل المشترك في هذا الموضوع ما بين الحلقة وما بين الألكين إنه في الحالتين الدوران ممنوع، لذلك بقدرش أنا أعمل دوران أحول واحد للثاني، فكل واحد منهم بيصير مركب منفصل بخواص منفصلة. بمعنى لو واحدة راحت تشتري مركب كيميائي قالت بدي 1 2 دايكلورو سايكلو بروبين، البياع حيقولها ما فيش عندي، في عندي 2 بوتلز مرتبنين، واحد مكتوب عليه سيس والثاني ترانس. واضحة الفكرة؟ زي لما الواحدة بيجيها مولود فيش يكون عشوائي، يا ولد يا بنت. لو قلنا مثلا 1 2 دايكلورو ايثين رحنا نشتريه ما فيش، حتلاقوا عند البائع 2 بوتلز مرتبان سيس 1 2 دايكلورو 1 2 دايكلورو ايثين بخواص معينه وبظائف معينه في الحياه، وحتلاقوا مركب ثاني مختلف الترانس. وزي ما قلنا العلاقه بين هذول ذي ار دايستيريومرز، ذي ار نون ميرور ايمجز. كلام سليم ولا لا؟ مش صورة بعض في المرأة. بيختلفوا عن بعض المركبين في الخصائص، في الخصائص الفيزيائية أكيد والكيميائية، بيختلفوا في كل شيء، صاروا مركبين. واضح؟ مركبين they have different physical properties، واحد من نقطة غليانه مثلا 70، الثاني نقطة غليانه 90، يختلفوا. واضحة الفكرة؟ الآن البعض أحيانا بيقول طيب وقتيش أنا ممكن يكون عندي ظاهرة السيس والترانس وأنتبه لها أكثر ووقتيش لا؟ يعني لما أخذنا هذا المركب اللي حطينا فيه كلور وكلور، هنا طبعا أكيد هنا في هيدروجينز، ما جبناش سيرة سيس وترانس، جبناش سيرة سيس وترانس وسميناه 1-1 دايكلورو سايكلو بروبين. كذلك الحال لو أنا انطلقت من الإيثيلين
وحطيت ذرتين كلور على الكربون الأولى. يعني كان عندي هذا المركب كربون دبل بوند كربون، بعرفش يمكن التصوير بجيش ها. لو كان عندي هذا المركب كربون دبل بوند كربون وحطيت ذرتين كلور على الموقع الأول، وقلنا إيش هذا بدنا نسميه؟ وان وان دايكلورو إيثين، وان وان دايكلورو إيثين، مظبوط ولا لا؟ الآن جبنا هان سيرة سيس وترانس؟ هان؟ هان؟ طيب بصير سؤال، وقتش بيكون عندي ظاهرة السيس والترانس كلها موجودة وقتش لا؟ الجواب بسيط، بطلع على الطرفين اللي بيحملوا الذرات اللي هما طرفين الدبل بوند أو الطرفين اللي هنا. إذا كانت كل ذرة تحمل مجموعتين مختلفتين بيكون عندي سيس وترانس. يعني هاي الدبل بوند، هذه غير هذه، إذا هدول مختلفتان ولا لا؟ هذه غير هذه، هدول مختلفتان وهدول مختلفتان. إذا في عندي أكيد من هذا المركب سيس وترانس. هذا السيس كيف بدي أجيب الترانس؟ بالروتيشن؟ خلينا أقول لو جبنا لكم سؤال، كيف نحول مركب السيس إلى الترانس؟ أو نقول سيس كومباوندز كان بي كونفيرتد تو ترانس باي روتيشن. هاي الدوران قادر يلف؟ لا. طب لو بدي أخلي هذا السيس ترانس، بوند بريكينج، بوند فورميشن. إذا أنا كيف بحول السيس للترانس؟ بالبوند بريكينج والبوند فورميشن، بكسر الروابط وبحطها من أول وجديد، بس الدوران لا يؤدي إلى هذا الكلام. أنا صرت معطيكم كمان معلومتين إضافيتين عن ظاهرة السيس والترانس. عشان توجد كظاهرة لابد كل كربون من أطراف الدبل بوند تحمل مجموعتين مختلفتين، واضح؟ ولو بدي أحول السيس والترانس cannot be converted to each other by روتيشن، لازم اعمل بوند بريكنج وبوند فورميشن. هذا الكلام بينطبق على الالكينز اللي فيهم ظاهره السيس والترانس، وبينطبق ايضا على السايكلو الكينز. كل هذه مفاهيم اساسيه ومهمه جدا في فهمنا لهذه الظاهره، ظاهره الستيريو ايزومرز او الدايستيريومرز اللي هي ظاهره السيس والترانس، مكان وجودها السايكلو الكينز والالكينز، شرط وجودها انه كل طرف من الاطراف تبعت الكربونز المكونه للدبل بوند تكون تحمل مجموعتين مختلفتين. عشان هيك لو حدا انا بده يحكي عن سيس وترانس، هذه الكربون شو بتحمل؟ نفس المجموعات. هذه الكربون شو بتحمل؟ هذه شو بتحمل؟ انا ما فيش عندي سيس وترانس، خلص هو مركب واحد، واضح؟ شرط فكرة السيس والترانس انه يكون عندي على كل طرف من اطراف الكربون سواء في الحلقة او في الدبل بوند مجموعات مختلفة. ولذلك لو سألنا مثلا يا ترى هذا المركب الكربون دبل بوند كربون، حطينا هنا سي ال وهنا سي ال وهنا اتش وهنا سي ال، هل هذا في منه سيس وترانس؟ لا. هذا فقط مركب واحد. ليش؟ لأنه هنا H C L مختلفتان، لكن نفس الإشي، وشرط السيس والترانس مختلفتان مختلفتان. غير هيك ما بنتكلمش عن سيس وترانس، غير هيك ما بنتكلمش عن سيس وترانس، سواء كنا بنحكي في الألكينز أو كنا بنحكي في الحلقات السايكلو الكينز. اتعمقنا كتير في السايكلو بروبين، لكن اخذنا معلومات كتير مهمة بخصوص ظاهرة بتتكرر معنا سواء الان او في المستقبل لما ندرس الالكينز. الان لو اجيت لمركب السايكلو بيوتين، كم هيدروجين فيه؟ اربع كربونات، كل كربون تو هيدروجين، ثمانية. الثمانية they are equivalent، يعني لو بدي اعمل عليه مونوكلورينيشن بطلع بس مركب واحد. لكن
لو قلنا بدنا نبدأ بالسايكلوبيوتين ونعمل دايكلورينيشن حيطلع عندنا أكيد عدد أكبر من المركبات. واضح؟ يعني أنتوا تخيلوا مش كل شيء بدنا نفصله، بدنا نسيب شيء أنتوا تجربوه في البيت. يعني هاي عندي ذرة الكلور الأولى وهنا في H، لو بدي أحط كلور تانية ممكن أحطها على الموقع الأول، أعمل واحد 1-1 دايكلوروسايكلوبروبين، صحيح ولا لا؟ ممكن أحطها على الموقع الثاني سيس أو ترانس، ممكن أحطها على الموقع الثالث أيضا سيس أو ترانس. بمعنى في الحلقة مش ضروري أنه السيس والترانس يكونوا جنب بعض. يعني هاي تخيلوا هذا السايكلوبيوتين تجاوزا، هاي ذرتين الكلور خلينا نتخيلهم باللون الأحمر، هذا المركب أي مركب 1-1 دايكلوروسايكلوبيوتين. الآن هذا المركب 1-2 سيس، هذا 1-2 ترانس، هذا 1-3 سيس، هذا 1-3 ترانس. واضح؟ يعني مش ضروري انه السيس والترانس في الحلقة انهم بدهم يكونوا جنب بعض، ممكن يكونوا على 1-2 او على 1-3 في الحلقات الاكبر، ممكن يكونوا ابعد كمان. واضح؟ بتضل نقطة الحقيقة في موضوع السايكلو بيوتين، انه هل يا ترى السايكلو بيوتين بلانر بهذا الشكل؟ لا. الجواب لو كنا بنطلع على الزوايا تبعته بشكل دقيق هو مش بلانر، هو شوية بنقول عنه بكرد، يعني مثني شوية لجوة. الآن بيشبه إيش بهذا الشكل؟ الفراشة، البترفلاي. واضح؟ فالسايكلوبيوتين is not a planar molecule، مش موجود بهذا الشكل في مستوى واحد، لا منثني شوية للداخل، عامل زي الفراشة. بتعرفوا أنتوا كيف عادة بترسموا الفراشة؟ فأنا لو بدي أرسم السايكلوبيوتين بهذا الشكل برسمه 1-2-3-4، هاي الأربع كربونات. سايكلوبيوتين is not a planar molecule. الآن تقريبا المعلومات بتصير تتكرر، هنا قلنا زي الإيش؟ زي البتر فلاي اللي هي الفراشة. طب لو بدي أحكي عن السايكلوبينتين، معلومات السيس والترانس والسبستيتيوشن نفس الشيء، ممكن تعملوا على أكثر من موقع. لكن لو كنت بدي أحط أول كلور، العشرة هيدروجينز they are equivalent. عشان هيك لما بدي أعمل مونوكلورينيشن يعني بس وان كلور بده يطلع عندي مركب بعد، لكن لما بدي أعمل دايكلورينيشن بيطلع عندي أكثر من مركب، بإمكانكم تحسبوهم وتجمعوهم. طب يا ترى لو حكيت عن الشكل تبعه هل هو بلانر؟ الجواب لا، مش بلانر. طب ها زي إيش بيعمل؟ الآن تخيلوا هاي الحلقة الخماسية، شايفينها؟ هذه اللي أمامكم حلقة خماسية ولا لا؟ 1-2-3-4-5 هيك بتكون بلانر، لكن هي عاملة بهذا الشكل. الآن هذا الشكل لو بدنا نعطيه اسم بنقول عنه نان بلانر أكيد، لكن له اسم. عمركم شفتوا ظرف مغلف رسالة مفتوح؟ It is like an open envelope. فهذا الشكل لو قلنا لكم عنه بلانر لا، حتقولوا It is like an open envelope اللي هو ظرف رسالة مفتوح. لو كنتوا بدكم ترسموه بشكل فراغي open envelope، مش envelope الظرف تبع الرسالة It is like an open envelope. لو بدي أرسمه بهذا الشكل برسمه. فالسايكلوبروبين is a planar، سايكلوبيوتين لا، سايكلوبينتين لا. الآن لو انتقلنا بعد هيك للسايكلوهكسين، لاحظوا السايكلوهكسين الكلام اللي موجود عليه في الدنيا كتير جدا، احنا بدنا نعطي مختصر المختصر عليه. ليش؟ لانه عليه كلام كتير.
لو كان بهذا الشكل بيكون بلانر. هاي حلقة سداسية شايفينها؟ الواقع انه سايكلو اكس مش زي هيك. لما نتعلم في شابتر 4 البنزين، البنزين زي هيك بلانر. البنزين C6H6 بلانر، لكن السايكلوهكسين is not بلانر موليكيول، مش بلانر. طب ها كيف بينوجد؟ ممكن ينوجد على أكثر من هيئة. هيئة بنقول عنها conformation. conformation هيئة، بمعنى ممكن نمسكه بهذا الشكل. لاحظوا نفس الحلقة، شايفين كيف أنا ماسكها؟ الآن هذا الشكل اللي أنا ماسكه يشبه ماذا؟ القارب أو الزورق. بسمي أنا هيئة القارب بوت كونفورميشن. بوت كونفورميشن موجود عندكم ربما بهذا المكان. شايفينه؟ بهذا الشكل بيرسم بسهولة. بوت كونفورميشن يمكن أن يكون على هيئة القارب بهذا الشكل، واضح؟ ويمكن أن يكون على هيئة الكرسي. لو تخيلتوه زي هيك، هي كأنه هذا كرسي، هاي الرجلين وهي القاعدة اللي الناس بيجلسوا عليها وهي الظهر. طبعا هذا التشير كونفورميشن والبوت كونفورميشن بيقلبوا، يعني هذا الشكل زي ما بتكون تماما معكم الشمسية الأمبريلا في يوم عاصف. كيف بتكون؟ بتقلب للأمام وللخلف. هذه العملية بسميها أنا إيش؟ فليبينج. الشكل لما بصير يقلب بهذا الشكل لفوق لتحت زي الشمسية ما بتعمل، بسمي العملية إيش؟ فليبينج. فليبينج. الآن ممكن السايكلوهكسين يكون بلحظة بوت، هذه تقلب لتحت صار تشير. لاحظوا هذا التشير، هاي الظهر للخلف والأرجل للأمام. ممكن تقلب هذه الأرجل تصير بهذا الشكل وبهذا الشكل. هو في حالة تقلب دائم، يعني الذرات في حالة تقلب دائم تماما، مثله مثل إيش؟ شمسية في مهب الريح، مثله مثل الأمبريلا أو الشمسية في مهب الريح. إذن هو يمكن أن يوجد على هيئة القارب ويمكن أن يوجد على هيئة الكرسي. التشير كونفورميشن، التشير كونفورميشن او بوت كونفورميشن. واضح؟ زي ما حكيت كثير في تفاصيل للهيدروجينات وتركيبها، لكن احنا بدنا نتجاوز هذا الكلام. بدنا نقف انه السايكلوهكسين ممكن يكون على شكل التشير كونفورميشن وبيعمل فليبنج، بيقلب مره ثانيه. ناكد عاد الظاهره هيو بهذا الشكل، بيكون تشير وبصير بوت وبيرجع تشير وتشير بهذا الشكل وتشير بهذا الشكل. هو في حالة تقلب إيش؟ دائم. الآن أي الأشكال أثبت؟ معنى أثبت هنا أنه بيقضي في وقت كتير، التشير ولا البوت؟ التشير بنقول عنه is more stable than the boat. more stable. معنى more stable أنه أنا لو بتطلع عليه وهو بيقلب، هو يتقلب بين هذه الأشكال، لكن يبقى لفترة أطول على هيئة إيش؟ الكرسي. يبقى لفترة أطول على هيئة الكرسي. الآن عملية إنه ليش لفترة أطول على هيئة الكرسي؟ ليش هذا أثبت؟ ما إلى ذلك. هذا الكلام لطلبة مختصين في الكيمياء في تفصيل كتير. يعني اللي الآن بنحكيه بخمس دقائق بنعمله فصل كامل لطالب الكيمياء يتعمق فيه بالسايكلوهكسين. لكن احنا الان اللي بدنا اياه على السايكلوهكسين كلام بسيط، انه هو نان بلانر موليكيول يوجد في اكثر من كونفورميشن هيئه، منها البوت كونفورميشن والتشير كونفورميشن. واضح؟ البوت كونفورميشن والتشير كونفورميشن. اكثر من هيك ما بدناش نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا الكلام اللي هو حكيناه على السيس والترانس في الحلقات الخماسية والسداسية والسباعية والرباعية والثلاثية كله موجود. واضح؟ كله موجود. آخر شغلة بدنا نتكلمها اليوم إن شاء الله، تفاعلات الألكينز. تفاعلات الألكينز
قليلة جدا. عشان هيك احنا بنقول الالكينز دي ار جنرالي انارت. ايش يعني انارت؟ يعني قليلة التفاعلات. وعشان هيك كل اشي انارت يستعمل كسولفنت، يعني يستعمل كمذيب عضوي، لانه الاشياء بتكون في قلبه وبتفعلش معها. في تفاعل مشهور جدا للالكينز، انه الالكينز لو حرقناهم في وجود الاكسجين بيعطونا ثاني اكسيد كربون وماء. وهذا التفاعل هو تفاعل حرق الغاز المنزلي، لما احنا بنشعل الغاز هو تفاعل حرق، على سبيل المثال الوقود البنزين والديزل في السيارات كله الكين بنحرقه في وجود الاكسجين، بنسمي العملية كومباسشن. ايش يعني كومباسشن؟ بيرنينج ان بريزنس اوف اكسجين. بيرنينج يعني بيرنينج in presence of oxygen. ايش بيعطيني؟ ثاني اكسيد كربون وماء. ثاني اكسيد كربون وماء. بدون ما ندخل بتفاصيل الارقام كيف توزن المعادله، مش موضوعنا. احنا بهمنا الان النتيجه، انه الالكينز بصير لها تفاعل مع الاكسجين تعطي ثاني اكسيد كربون وماء، زائد وربما اهم من الشغلتين بالنسبه لنا الهيت، الحراره. عشان هيك حرق الغاز وحرق البنزين بيعطيني حرارة، بشغل عليها موقد الغاز، بمشي عليها السيارة، كل هذه الأشياء. الشغلة الثانية والتفاعل الثاني الهالوجينيشن، هو التفاعل مع الهالوجينز الكلور والبروم بشكل أساسي. عادة يتم هذا التفاعل في وجود الحرارة أو الضوء. الآن ممكن يحصل إبدال لذرة كلور واحدة، إيش بسميه؟ مونو كلورينيشن او مونو هالوجينيشن. لو كان لتنتين داي هالوجينيشن، لو ثلاثة تراي، اربعة تترا. الان كم عدد النواتج اللي بتطلع؟ يعتمد على انواع الهيدروجين. يعني لو كان المركب اللي عندكم هو البروبين زي ما احنا حكينا، وين حيحط الكلور؟ يا موقع واحد وان كلورو بروبين، يا موقع اثنين تو كلورو بروبين. واخذنا في الكومون نيمز هذا اسمه بروبيل كلورايد وايزو بروبيل كلورايد. طب لو نفس المركب قلنا بدنا نعمل له داي كلورينيشن، وين ممكن احط ذرتين الكلور؟ يا على نمره واحد وواحد بصير وان وان داي كلورو بروبين، يا على واحد واثنين، يا اثنين واثنين، او على واحد واثنين، او على واحد ثلاثة. اذا لو انا قلت لكم داي كلورينيشن اوف بروبين بروديوسز كم ايزومر، كيف بدكم تعملوا وتجربوا بالورقة والقلم وتستفيدوا من كل المعلومات اللي حكيناها. بمعنى لو كان السؤال عندكم عن سايكل تعرفوا تجاوبوه؟ احنا اليوم جاوبنا للسايكلو بروبين، قلنا المونوكلورينيشن بيعطيني كم مركب؟ واحد. الدايكلورينيشن بيعطيني كم مركب؟ ثلاثة. سميناهم 1-1 و1-2-6 و1-2-ترانس، مظبوط ولا لا؟ وهكذا دائما ممكن يجيكم أسئلة، وممكن الآن نعطيكم سؤالين أنتوا تحلوهم لوحدكم تتدربوا عليهم وبننهي فيهم المحاضرة. لو مثلا قلنا لكم اعملوا لنا لمركب البيوتين مونو كلورينيشن وداي كلورينيشن، بدي تعملوه وتسلمونا اياه. ولهذا المركب لو تخيلتوا انه في عندكم مثل سايكلوبروبين، شايفينه المركب ايش اسمه؟ مثل سايكلوبروبين. اعملوا له مونو كلورينيشن وداي كلورينيشن وشوفوا كم ناتج بيطلع عندكم. طبعا بدكم تنتبهوا انه الكلورينيشن ممكن يجي على المثل او على الحلقة، بدي كل النواتج الممكنة، وهان كل النواتج الممكنة. هذا بحاجة انكم تتدربوا بشكل جيد وتعرفوا انواع الهيدروجينز اللي موجودة وتحددوا كم ناتج بيطلع عندي من المونوكلورينيشن والداي كلورينيشن، ترسموهم. بعد ما ترسموهم انتبهوا اذا في اشكال متشابهه انه ما تكرروهاش. وبهيك بننهي اليوم ان شاء الله.